بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, what is a microcontroller؟ إيش هو microcontroller؟ Okay, أنت شايف هذا هو microcontroller اللي راح نشتغل عليه إحنا خلال هذا الفصل. اسمه PIC16F877A. طبعاً microcontroller عبارة عن integrated chip. بس شو عليها هاي؟ عليها كل الكومبوننتس المكونة للمايكرو كمبيوتر سيستم. هي عبارة عن مايكرو كمبيوتر وين موجود built on a single chip. هذا هو المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر تبعنا احنا عليه 20 اجر في كل اتجاه، 40 pin عليه 40 pin. هاي pin number 1، هاي pin number 20، هون بيجي عندي pin number 21 لغاية pin 40. اوكي، هذا هو المايكرو كنترولر. لو فتحنا هذا المايكرو كنترولر شو اللي راح نشوفه؟ احنا قلنا انه المايكرو كنترولر عبارة عن مايكرو بروسيسور على سنجل chip، يعني يحتوي على كل مكونات المايكرو كمبيوتر اللي شرحناها، وقلنا عبارة عن مايكرو بروسيسور وعبارة عن ميموري بأنواعها المختلفة، وعبارة عن input output ports، وكلهن هذول governed by what's called a system bus مثل ما شرحنا في حصص سابقة. هذا المايكرو كنترولر من جوا اوكي عبارة عن مايكرو بروسيسور وميموري بأنواعها المختلفة و input output ports، يعني port A و B و C و D و E، بالإضافة لأشياءات ثانية موجودة. طبعا بيربط كل هاي الـ individual parts بيربطها السيستم بس مثل ما انتو شايفين. راح نحكي لاحقا ان شاء الله عن بعض مكونات هذا المايكرو كنترولر، فيها timers، فيها USART Serial Communication Devices، في عندك Oscillators خارجية بتربط معاه، في عندنا Internal Oscillator موجود، في عندنا Analog to Digital Conversion، في عندنا CCP PMW Modules، وفي عندنا Reset with Power Subsystem.